أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سامعيني كده يا جماعة؟ سامعني؟ طيب، بالنسبة للأسئلة بس زي ما قلنا، اللي عاوز يكتب أسئلة يكتبها في الموضوع ده، بس يكون فاتح اللينك دوت اللي أنا كنت كاتب فيه الخبر عن كتابة الـ عن الـ عن اللايف، ويكتب فيه السؤال وأنا هشوف، لأن مش عارف أشوف السؤال في تحت هنا في الكومنتات يعني. ماشي؟ طيب سامعني؟ بس حد لو حد سامعني أكد بس. طيب كويس، يعني نبدأ إن شاء الله. خلاص والله ربنا يسهل بقى. البرنامج ايه او بي اس ده ما عملهاش فينا ويفصل زي امبارح. انا مش عارف بصراحه عمل امبارح عمل كده امبارح ليه، بس عموما اهم حاجه ان احنا نجاوب على الاسئله يعني تمام. انا مش عارف بصراحه يعني، لان امبارح جه بس بقى بعمل سيف لقيته قام جاي فصل على طول، ف دي بتبقى حاجات خارجه عن ارادتي يعني. طيب نبدا ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وعليك أنبنا وعليك المصير. طبعا المفروض كان اللايف امبارح وعملناه، بس للأسف ما قدرناش نحفظ الايه اللايف، وحصل لخبطة ان احنا قلنا ميعاد حبايبنا في المغرب، قلنا الميعاد مش عارف، اتلخبطت في الساعة تقريبا يعني، كانت الميعاد 9:30 وطلع عندهم المفروض يبقى ميعاد 8:30 حاجة زي كده يعني. فعدنا عشان خاطر ايه اللي ما شافش اللايف امبارح ويشوفه النهارده تاني، وفي نفس الوقت برضه لو في اسئلة تانية ولا حاجة. نبدأ إن شاء الله. ربنا عليك توكلنا وعليك أنبنا وعليك المصير. أول سؤال، كيفية بناء قائمة بريدية مستهدفة في اتش ماي؟ شوف، هي القائمة البريدية بتتبني بحاجة معروفة من زمان، وقلناها إمبارح، إنك بترمي حاجة مجانية للناس عشان الناس يشتركوا في القائمة دي، يعني عشان الناس يعطوك الإيميل بتاعهم. لازم أنت تديهم حاجة مجانية مفيدة ليهم، هم شايفين إن الحاجة دي مفيدة فعلا عشان يقدروا يحطوا الإيميل بتاعهم. في ناس بتقوم جاي شغالين ايه سحب ايميلات وحاجات زي كده وتروح ترسلهم، ده اسمه سبام. اما انت لما تخلي العميل يحط ايميله بكامل ارادته، ده اسمه ايميل ماركتينج صح. وحتى لما يجي تبعت له ايميل، باول حاجه بيبص عليها، الناس فاكره ان اول حاجه بتبص على الرساله اللي هي العنوان الرساله، اول حاجه بيبص عليها الرساله دي جايه من مين. فكون العميل اللي انت بتاخد ايميله او انت بتاخد اذن منه ان هو انك تحطه عنده في القائمه البريديه، يبقى عارف انت مين كويس قوي، وعارف اسمك، وعارف انك بتراسله، دي حاجه اساس في الايميل ماركتنج. عشان بقى تجيب ايميل العميل ده، لازم تديله حاجه مجانيه، يعني زي كتاب مجاني، فيديو مجاني. عاوز تشوف الحاجه المجانيه دي، اكتب ايميلك. سجل مثلا تسجيل، وتلاقي مثلا يعني مثلا سجل عضويه في موقع او شيء، ولما يسجل عضويه اوتوماتيك بيتم حفظ الايميل في قائمه برديه. في مثلا شوبيفاي، انت لو مثلا كل العملاء بتوعك اوتوماتيك اصلا بيدخلوا على القائمه البريديه بتاعتك في ميل تشيمب، لو انت دخلت ميل تشيمب على شوبيفاي. برضو في كليك فانلز برضو اوتوماتيك، لما تيجي تحط مثلا القائمه البريديه او ليد بيجز مثلا، تيجي تحط اتش ام ال فورم مثلا قائمه برديه، اوتوماتيك اي حد يكتب الايميل بتاعه بتحفظ عندك في الفورمه. المهم انك تقدم حاجه الناس الناس يعني ايه، تقدم حاجه مفيده للناس تشجعهم ان هم ايه يكتبوا ايميلهم عشان يلاقوا الحاجه دي. بعد كده بتبدا ترسلهم بقى ايه، احنا قلنا الكلام ده قبل كده في فيديو على اليوتيوب عن ارجع للكورس الافيليت ماركتنج، قلناها قبل كده انك لازم تقدم حاجه مجانيه وتبدا ايه تبعت لهم سلسله بقى، كل يوم تبعت له ايه ايميل تفتكره تفكر تقول له مثلا النهارده في حاجه معينه، مثلا موضوع النهارده عن المجال بتاعك، كل يوم تبعت له زي سيريز كده او زي ايه مجموعه ايميلات يعني. وقلنا الاداه اللي بتساعدك في الموضوع ده هي اداه جيت ريسبونس. جيت ريسبونس من الادوات الممتازه جدا يعني، انضف اداه ممكن تستخدمها في الايميل ماركتنج، خصوصا انت بس بادئ، لانها لان الايميلات بتاعتها
سلسله الايميلات بتاعتها بتعتمد على الايه الايفنت، يعني لو الزائر فتح الايميل ممكن الرساله اللي بعدها ما توصلوش مثلا، لو الزائر ضغط على لينك الافيليت بتاعك المطلوب خلاص يبقى مش محتاج انك تبعت له رسائل بعد كده. فجيت ريسبونس من الحاجات اللي هي ايه بتديك تحكم اعلى شويه عن اي اداه تانية، عرفت ازاي؟ يعني بتخليها كده زي ايه، زي خطه او زي بلان. لو العميل فتح الايميل الاول وشاف الرساله فيه وضغط على لينك الافيليت خلاص يبقى ما تبعتلوش الايميلات الباقي. ما فتحش الايميل الاول خلاص ابعت له الايميل الثاني، ما فتحش الايميل الثاني ابعت له الثالث، ما فتحش الثالث خالص حطه في قائمه برديه خاصه بيه خالص، القائمه البرديه ارجع استهدفها على الفيسبوك. ففي اوبشنز كتير على جيت ريسبونس بتساعدك انك تعمل كده. طبعا كلام كتير بس ارجع للفيديو على اليوتيوب، احنا كنا قلناه قبل كده على الافيليت ماركت. في اغلب شركات العموله بتوصل عموله 40%. هو الاستاذ حمدي بيقول هنا قصده يعني ان ايه، طب انت ليه انك لما تختار الشركات اللي بتدي عموله اكتر؟ طبعا الموضوع مش موضوع بالعموله بالنسبه او بكده يعني، والا كان يعني اي حد يقدر. يعني انا ممكن دلوقتي اعمل منتج واعمل مثلا افيليت عادي عادي واديك 90%، خد المنتج ده اي منتج اعمله دلوقتي اهو، اديك مثلا كتاب ولا حاجه واقول لك خد لينك الافيليت بتاعك ولو جبت لي زبائن هديك 90% عادي، ايه المشكله؟ بس هي مش بالنسبه يعني، هي بالكونفرجن يعني، لو المنتج ده بيحول فعلا ممكن منتج بيجيب لك 10% ربح لكن بيحول اكتر من منتج بيجيب لك مثلا 90% ربح، مش مقياس يعني. والشركات برضو يعني مثلا شركة امازون بتديك 4%، في شركات بتدي 90 واكتر. طب ليه الناس بتروح لامازون اكتر؟ لان امازون في نطاق واسع من الناس بيشتروا، سهل انك تلاقي العميل بتاعها اكتر يعني. كليك بانك بتديك مثلا من 50 60%، ليه؟ لان كليك بانك متفلتر كويس جدا، كل بائع على الكليك بانك، فالمنتجات اغلب المنتجات على كليك بانك بتحول كويس، عرفت ازاي؟ فالفكره كلها في ايه، في التحويل يعني، المنتج ده بيحول ولا لا، مالكش دعوه بالنسبه، بصش للنسبه دي خالص. فما تروحش ايه يعني تشوف مثلا المنتج ده بيديك نسبه عاليه افيليت او مثلا رقم كبير، زي مثلا ايه الحاجات اللي هي الانشورنس وكده بيديك نسبه عاليه جدا وفلوس كويسه. تلاقي مثلا عشان تجيب عميل مثلا يسجل في الانشورنس بتاعت الشركه بيديك مثلا 200 دولار 300 دولار، فالرقم كبير يخض، لكن في الحقيقه عشان تجيب الرقم علشان تجيب العميل ده صعب جدا مش سهل. تمام. فبص الاول هتقدر المنتج ده بيحول ولا لا، هتقدر تجيب له زباين ولا لا قبل ما تبص للنسبه. قال هناك حل لفتح حساب بنك امريكي دون الحاجه للسفر للولايات المتحده. معلش بس تاني، انا ما ببصش على ده للاسف يعني، شايفين ده الشاشه اللي انا فاتحها ديت، دي شاشه الايه اللايف، انا طبعا مش قادر ما بقدرش اشوفها، فانا لازم ابص على الشاشه تانية. فطبعا انا ببص على الشاشه دي اللي هي فيها ايه اللي انا كنت كاتب فيها قبل كده اللي عاوز يكتب سؤال. طيب هل يمكن فتح حساب بنك امريكي دون حاجه للسفر للولايات المتحده؟ للاسف الشديد انا فتحت حساب قبل ما ترامب يدخل، يعني قبل ما ترامب، بعد ما ترامب دخل الامور اتشددت اكتر، بقى لازم تسافر يا اما انك تروح في بنوك كده. في واحد معانا في الجروب كان كلمني اسمه محمد، محمد جمال، بيقدر يعمل موضوع الحسابات دي، بس لازم تفويض من، لازم تروح توثق الورق بتاعك في السفاره الامريكيه في البلد اللي انت فيها ويبعتوا الورق للبنك، في بنك معين كده ما عنديش تفاصيله بصراحه، وهم ايه يتنازلوا ويعملوا حسابك بنك من غير ما تروح يعني، بحيث انت تكون توقيعك وكده. وفي برضه اتش اس بي سي في الكويت وفي الامارات ممكن برضه بيعملوا لك الموضوع ده، لازم برضه توقيعه كده، الموضوع بياخد شهر. ممكن تفتح حساب شخصي عادي وبعدين تسجل شركه. طبعا لو انت جيت سجلت حساب شركه في امريكا، اللي هي الحاجات اللي بالاونلاين بتبيع شركات دلوقتي، اللي بيبيعوا خدمه تسجيل الشركات، ما بيقدروش يعملوا لك حساب بنكي دلوقتي خالص، ما عندهمش تفويض يعملوا كده، يقول لك لازم تسافر. فتسجيل الشركه دلوقتي بقى ملوش قيمه من غير حساب البنك. تمام. بالنسبه للبايونير كان شغال فعلا مع سترايب، دلوقتي ما عادش شغال. تمام. وقفلوا السترايب خالص، بايونير ما يتحولش على سترايب. بس في ممكن دلوقتي سمعت ان ممكن تفتح حساب في انجلترا، فتح حساب البنك في انجلترا يعني اسهل شويه، لو انت معاك 7000 جنيه استرليني ممكن تفتح حساب وانت في بلدك، وبعدين لو تفتح حساب في انجلترا يعني تفتح حساب من غير ما تروح يعني تسافر يعني، وبعدين تسجل حساب سترايب في انجلترا. وفي برضه سمعت ان في ناس بتقول ان حساب فرنسا سهل جدا، تفتح حساب سترايب فرنسا، الناس اللي هم بتوع اهلنا في المغرب سهل قوي الموضوع ده، لهم كتير قوي في فرنسا قريبهم يقدروا يفتحوا لهم حسابات يعني. واسهل من كل ده بقى اسبانيا، يعني اسبانيا برضه سهله جدا فتح حساب، بس لازم يكون ليك حساب في اسبانيا، حساب بنك امريكي في اسبانيا، ودي سهله مجرد سفر لاسبانيا بس. تمام.
فدي بعض الافكار. بس على فكره يعني بعد تجربه سترايب والباي بال للاسف يعني الباي بال يعني الناس بتحب اكتر الدفع بالباي بال اكتر. يعني انا كنت فاكر ان سترايب مشكله، مشكله الباي بال ده مشكله، الناس بتحب الامريكان بالذات بيحبوا يدفعوا بالباي بال. فلو انت حطيت الاثنين اوبشن، لو انت عندك سترايب وباي بال وحطيت الاثنين اوبشن، هتلاقي الناس بتحول اكتر على الباي بال. فعادي يعني سترايب مش بعد تجربته لقيته ان هو مش بيحول قوي. يعني هو مفيد قوي في موضوع الايه المنتجات الديجيتال، لو انت بتبيع مثلا كتب او بتبيع دورات او كده اه يفيدك سترايب. لكن لقيت ما لقيتش، او لو انت شغال كليك فانلز، ان في ميزه على كليك فانلز ان وان كليك، وان كليك ابسيل، يضغط على مثلا يخش على الابسيل خلاص يشتري المنتج، يخش على الصفحه اللي بعدها ابسيل، مش محتاج بقى يدخل الكريدت كارد تاني، هي مجرد بس نقره كده بيعملها على تقول له مثلا اد تو كارد، خلاص هو دخل كده على طول بيانات اوتوماتيك محفوظه، ويقوم جاي ايه ضايف الحساب بتاعها على الفيزا بتاعتك، عرفت ازاي؟ فدي ميزتها شويه. تمام. او اه اطلس، سترايب اطلس، لو انت ما عندك مثلا متجر الكتروني بيحقق مبيعات كويسه، في خدمه عند سترايب اسمها سترايب اطلس، بتقدم لهم مثلا صوره من مبيعاتك، تقول لهم مثلا مبيعاتك كويسه مثلا فوق مثلا 10000 دولار في الشهر او كده، وانت محتاج خدمه ايه الدفع البنك، اختار خدمه السترايب، هم بيعملوها لك وبيعملوها في حساب بنكي، انا ما اعرفش تفصيلها ازاي بس هم بيقدروا يعملوها يعني. تمام. فموضوع فتح ال ال سي دلوقتي من غير حساب بنكي ما عادش له اي لازمه. تمام. عوامل التصدر الجديده والحاليه في السيو، طبعا دي الفيديو اللي احنا عملناه على اليوتيوب عن الرانكينج فاكتور 2017، هي زي ما هي بس في بعض التحديثات. يعني اول حاجه السرعه زادت اهميتها اكتر، وبالذات الموبايل، بدأ الناس زي ما قلنا قبل كده الموبايل ليه اهميه كبيره، فزادت سرعته، زادت الاهميه بتاعت الموبايل اكتر. بالنسبه لكلمات البحث دلوقتي لو انت حطيت كلمه بحث في الدومين نيم بقى اصبحت سبام. الناس اللي هي بتحب تكتب الدومين نيم مثلا ايه باي شوز اونلاين، باي جاكيت اونلاين، الحاجات اللي هي زي كده، لا بقت سبام النهارده. فما تحاولش تحط كلمه بحث في الدومين زي زمان، يعني كانت الاول اه تحط كلمه البحث في الدومين وبعدين اليو ار ال مش عارف بعدين الاتش اتش 1 الحاجات دي. اصبح دلوقتي وضع كلمه البحث في الدومين وخصوصا لو الدومين ده طويل بقت مشكله كبيره وتسبب لك سبام. فالافضل الموضه حاليا انك بتعمل ايه دومين اللي هو ايه نظام تريد نيم، يعني ممكن حتى يكون دومين يعني ايه عباره عن لخبطه حروف، يعني مثلا ايه زي مثلا جروبن، مثلا جروبن هو عباره عن ايه شال كلمه كوبون وحط كلمه ايه، او كوبون وحط كلمه اي جي ار، عارف ازاي؟ فممكن مثلا ميس سبيلنج. يعني دلوقتي بقت الموضه انك بتعمل تريد نيم، بتدور على اسم حلو كده ينفع يكون ايه فكره للنيتش بتاعك. يعني مثلا دوج، مثلا انت شغال دوج يقول لك مثلا دوجي عادي، يعني مفيش اي مشكله. فالفكره كلها ان دلوقتي الدومين نيم ما عادش ينفع انك ايه تحط كلمه البحث في الدومين نيم، واصلا ما عادش موجوده كمان، يعني ما عادش كلمات موجوده. ال اس اي اصبحت زياده اكتر، يعني هومنج بيرد اصبحت اهم واكتر. المارك اب برضو زي ما هي، الكونتنت ما فيش تغييرات على الكونتنت، يعني الانترنال لينك اهم دلوقتي، سيلف ستراكشر برضو مهمه جدا دلوقتي. السوشيال سيجنال ما عادش لها اهميه، كان الاول لها اهميه كبيره، دلوقتي اهميتها تكاد تكون معدومه. يعني الباك لينكس كل شويه بتصعب اكتر، يعني كان الاول الباك لينكس اي باك لينك من موقع ويب 2 بيجيب نتيجه، دلوقتي لا، لازم الباك لينك تبقى على درجه عاليه جدا جدا من النقاء. يعني فما تقعدش تاخد اي باك لينك كده تلاقيها وخلاص، لازم الباك لينك يبقى محترم. ال HTTPS مش عارفين لحد النهارده، شويه قالوا تنفع في عوامل الرانكينج ودلوقتي قالوا لا، فمش عارفين بصراحه. فلان ظهر اتش تي بي اس مجاني كتير وناس بدات تشتغل بيه، فمش عارفين هل ده في اتش تي بي اس بدا يسبب مشاكل في بعض الايه السكريبتات، فمش عارفين هل اللي هو رانكينج فاكتور، لا لسه مش اكيد. الباونس ريت والنافيجيشن والسي تي ار زي ما هي برضه. تمام. ايه تاني؟ احسن طريقه لتروج لمنتجات في الافليت، احسن طريقه لمنتجات منتجات الافليت، احنا كنا شرحنا قبل كده فيديوهات على اليوتيوب برضه، قلنا رقم واحد هو السيو، وقلنا اهم حاجه عشان عشان تجيب الناس اللي يشتروا المنتج بتاعك، تجيب تختار كلمات بحث اللي هي ايه اسم المنتج زائد ريفيو. يعني انت بتعمل بتجيب منتج، عرفت ازاي؟ ايا كان المنتج ده في اي تخصص او في اي موقع افيليت، امازون، كليك بانك، غيره. وبعدين بتتارجت كلمات بحث زي ريفيو وبونص ومثلا ايه ديسكاونت او كوبون.
الناس بتخش على جوجل تكتب اسم المنتج زي حاجه من الكلمات دي، ولما يلاقوا موقعك في النتائج الاولى بيبداوا يضغطوا، وغالبا بيشتروا المنتج عن طريق اللينك بتاعك. وزي ما قلت قبل كده، انا شخصيا لما احب اشتري اي منتج من جيفيزو ببقى عارف كويس قوي ان انا هشتري من لينك افيليت بتاع حد، بروح على جوجل واكتب مثلا اسم المنتج ده بونص، واشوف مين احسن واحد يديني بونص، اللي هيديني بونص كويس اشتري عن طريق اللينك بتاعه. كذلك برضه انا مثلا لو هشتري منتج من على امازون، مثلا المنتج ده عجبني وعاوز اشتريه، بعمل ايه؟ انا عارف انا مثلا ما عنديش لينك افيليت على امازون، بروح على جوجل برضه بكتب اسم المنتج ده ريفيو او ديسكاونت او مثلا ايه تشارج باك. تشارج باك برضه من الحاجات الكويسه اللي بتجيب نتائج كويسه في الافيليت. بروح مثلا اللي هشتري اللي شوف مثلا واحد يديني تشارج باك مثلا، هيديني مثلا 5% على الشراء، لو انا اشتريت من اللينك بتاعه هيديني 5%، ابدا اجمع 5% 5% فلوس ترجع لي بقى على البي بال بتاعي او على البايونير بتاعي مثلا يعني. فاحسن طريقه ترويج الافيليت احنا قلناها قبل كده هي السيو، تمام. يليها الايميل ماركتنج. انت برضو ممكن تحط ايه، برضو هات عاوز تاخد مثلا حاجه مجانيه، لو انت بتراجع الافيليت مثلا الناس داخل لك من السيو من جوجل او كده، بتقول لهم برضو لو عايز اشتري في القائمه البرديه وهبعت لكم حاجات مجانيه عن المجال، برضو يليها الايميل ماركتنج. برضو اليوتيوب برضو كويس جدا، برضو مع لو انت شغال سيو برضو اليوتيوب هيجيب لك، لان اليوتيوب بتصدر بسرعه نتائج. فلو انت مثلا استهدفت كلمه بحث مثلا اسم المنتج زي ريفيو او بونص وحطيتها في اليوتيوب وعملت فيديو كده لطيف خفيف كده يعني، الناس برضو ايه ممكن تدخل تضغط على اللينك في اليوتيوب. المشاكل اللي واجهناها في الفيسبوك اللي جلب الترافيك للمتجر قصدك يعني؟ والله شوف انا قلت امبارح اللي بدأ من المشكله عند الكل، ما تقلقش، تقلق لو المشكله عندك انت بس، لو في تخصص معين زي ما حصل قبل كده وحذفوا الايه استهداف الوظائف، في ناس اتأثرت لكن في ناس ما همهاش. دلوقتي اللي اتأثر يعني اغلب الناس، حتى البيزنس الكبار يعني، حتى اصحاب البيزنس الكبار برضه متأثرين بالقرار اللي حصل ده، لان هيدفعوا اكتر، فيعني تفرق معاهم يعني. يعني لو هيدفع مثلا اكتر مثلا 5% عن قبل كده بالنسبه له فلوس، ما واحد بيعمل مثلا حمله في الشهر، حمله اعلانيه في الشهر مثلا ب 100,000 دولار، تيجي تقول له مثلا هتزودها دلوقتي 5,000 10,000 دولار، فبرضه رقم يعني بالنسبه له، فكله تأثر. فخلينا مستنيين نشوف ايه اللي هيحصل الايام اللي جايه، احنا مش عارفين بجد بصراحه الفيسبوك ناوي على ايه. خلينا نشوف، لان زي ما الفكر بتاع مارك ان هو دايما بيشغلنا بحاجه وتلاقيه هو بيعمل حاجه تانية خالص، لكن انا حاسس ان هو بدا يعني هو يبدا يقلل عدد الناس اللي بتفتح حسابات باي شكل. بالنسبه للترافيك زي ما قلنا، انت تدور على اي مصدر ترافيك جانبي كده كده، حتى يعني سواء حتى الفيسبوك كويس معاك او مش كويس لازم تجيب يبقى في معاك ترافيك جانبي، ما ينفعش تعتمد على الفيسبوك 100%. الفيسبوك ملوش امان يعني في حاجات كتير، وكل يوم تغييرات، وكل يوم عموما يعني بغض النظر عن التغييرات الحاليه، اليوم الفيسبوك كل يوم في تغييرات عموما، فما ملوش امان انك تعتمد عليه 100%. تمام. الناس اللي كانوا شغالين قبل كده ايام من سنه 2014 و15 على الفيسبوك كان العصر الذهبي للفيسبوك للترافيك وبتاع. تقدر دلوقتي لو احنا مثلا تقدر تجيب الترافيك اللي كنت تجيبه 2014 من الفيسبوك؟ لا طبعا. تمام. فهي الفكره كلها ايه، ان الفيسبوك ملوش امان في ما تعتمدش عليه 100%. تمام. مفيش حاجه اسمها نقرب 2 من 1000 سنت دي، ما اظنش انها الا ما في مثلا في اللي هي الدول الافريقيه والحاجات اللي زي كده، نيجيريا ومش عارف والسنغال والحاجات اللي زي كده، ما اظنش ان في دول دلوقتي بالنقره او الكليكه اللي هي الترافيك يعني، مش اللي هو الانجيجمنت ب 2 من 1000 سنت. والله ربنا سهل، هنشوف البرنامج يعمل معانا، لو تسجل ماشي، ما تسجلش يا ريت حد فيكم بقى يسجله لنا او كده، لان انا بفتح شايفين فاتح كام صفحه قدامي، الجهاز عندي مش مستحمل اضيف حاجه عليه بصراحه. تمام. اذا اتحدث كيف تتواصل مع التجار الصينيين، عاوز تتواصل مع التجار الصينيين، احنا قلنا دلوقتي ايه، ده علي اكسبريس، انت بتخش على علي اكسبريس. خلينا نقول من الاول بس قصه ايه، انك لو انت حبيت تجيب منتج من علي اكسبريس بتخش تكتب كلمه البحث اللي انت عاوزها، وبعدين بتختار انت، الناس دايما بتختار بس ماتش، لا انت تختار السيلر ريتنج. انت اهم حاجه عندك في الدروب شيبنج هو البائع اللي بيبيع لك، البائع اللي انت بتاخد منه المنتج بتاعك، ما تركزش على المنتج قد ما تركز على البائع، لان البائع ده هو وجهتك قدام الزبائن بتوعك، عرفت ازاي؟ فانت بتختار على اساس السيلر ريتنج يعني. انت بعد كده بتبص يعني السيلر ده واخد نجوم عاليه جدا، معنى كده ان السيلر ده هيوصل لك الحاجه في خلال اقل من 24 ساعه، وهيخليك يعني هيخليك مبسوط قدام الزبائن بتوعك يعني.
على عكس مثلا سيلر لسه بادئ ما تضمنش، ممكن يكون بيعمل دروب شيبنج من تاو باو مثلا، بيروح انت تطلب منه المنتج يروح يطلبه من تاو باو ويجي يقوم جاي ايه عامل لك التراكنج يعني. اما اللي هو البائع اللي واخد الريتنج عالي توصيله سريع ما بياخدش وقت، وغالبا بيبقى عنده اي باكت، زائد كمان ان هو ايه يعني بيبقى عنده مخزون كويس، او غالبا بيبقى مصنع او شركه، مش اللي هو واحد كده ايه جايبينه يشتغل على علي اكسبريس يبيع له كام قطعه وخلاص. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه انت عندك برضو هنا ايه شيب فروم، انت ممكن تختار هنا ايه يونايتد ستيت، يعني في بعض الاستوك عندهم في علي اكسبريس في امريكا هتلاقي التوصيل مثلا وصل في خلال 3 ايام، وفي الاستوك في تشاينا، طبعا استوك امريكا اغلى من استوك بتاع تشاينا. فيعني في الدروب شيبنج يا جماعه اول حاجه بتركز فيها هو الناس اللي انت هتستهدفهم، ما تفكرش في منتج، يعني انسى خالص المنتج ده. اول حاجه بتفكر في دروب شيبنج هو سلسله التفكير بتاعك، هو انت هتستهدف مين الاول. انت عندك فئه من الناس عاوز تبيع لهم منتج، مالكش دعوه بالمنتج دلوقتي، المهم انك تجيب الفئه دي. يعني مثلا انت عندك صفحه قاعد بتشتغل عليها مثلا اجنبي او عربي، صور ومش عارف وفيديوهات وحاجات زي كده، تمام، وجمعت تخصص معين في الصفحه دي ايا كان التخصص ايه، فعاوز تجيب فلوس بقى من الصفحه دي، فتعمل ايه؟ المهم انت دلوقتي جمعت الناس المستهدفين، يعني جمعت ناس مستهدفين فعلا، يعني حاسس ان الناس دول مستهدفين في مجال معين ايا كان المجال ده، تبدا بقى تدور على تبيع لهم ايه، ممكن تيشرتات، ممكن منتجات على علي اكسبريس، ايا كان. المهم ان يكون عندك الاول ايه اودينس مهتمين. بعد كده بقى لما اجي اخش على علي اكسبريس ادور على البائع، اي بائع الاول هيفيدني. بعد لما اختار البائع هبدا بقى تالت حاجه اختار المنتج، يعني ترتيب المنتج ده تالت حاجه بعد الاودينس وبعد البائع. تمام، بس بالنسبه لتاو باو انت مثلا طبعا كله بالصيني، انت بتفتحه وبتشتغل مع جوجل ترانزليت، تمام، فهو بيترجم لك اوتوماتيك. تاو باو بيفرق معاك في الحاجات الغاليه، الحاجات اللي هي فوق 50 دولار واكتر بتلاقي فرق، يعني مثلا تلاقي على تاو باو مثلا ب 50 دولار وتلاقي على علي اكسبريس ب 80 او 90، ساعتها هتفرق معاك، وتفرق كمان لو الزباين اللي عندك يقدروا يتحملوا ان هم ينتظروا، لان الحاجه عشان تروح من تاو باو لوكيل في الصين، الوكيل بتاعك في الصين بتاخد لها مثلا من يومين لثلاث ايام، والوكيل عشان يعمل لها شيبنج خصوصا لو ما فيش اجازه في الصين يعمل لها شيبنج لامريكا مثلا تاخد لها يومين، يعني ممكن تاخد لك الحاجه خمس ايام عشان تتبعت للعميل بتاعك تديله تراكنج نمبر. فبتفرق تاو باو في المنتجات اللي هي الغاليه، اما المنتجات الرخيصه حاجه مثلا ب 5 دولار على 5 دولار على علي اكسبريس وهي على تاو باو مثلا ب 3 دولار ما تفرقش كتير، يعني انت كده كده هتباع ب 10، يعني مش هتفرق دولارين فوق حاجه، بس واحد هيريحك يعني هيشيل عندك مسؤوليه. عارف ازاي؟ تاو باو مزعج جدا ان كله بالصيني، والاغلب التجار العرب بيتكلموا بالصيني، فلازم انت تحط ايه موبايل بقى بكاميرا جنبك وتقعد بقى تشوف بجوجل ترانزليت بالكاميرا وتقعد تشوف كاتب ايه ده، وانت لازم بقى تترجم من الصيني وتروح تكتب له فيلم، بس بتفرق في الحاجات الغاليه. تمام، انا ما عنديش امثله حاليا دلوقتي اوريها لك ايه الفرق، لان كنت مسجلها، ممكن في لما نيجي نعمل الكورس ان شاء الله نبقى انا اوريها لك، يعني الفرق ايه في بين فانت بتتواصل مع، ما انا بقول لك هو بتتواصل مع الناس في تاو باو من خلال الموبايل. انا والله العظيم قعدت كتير جدا عشان افهم ازاي ادخل على لان كله بالصيني، ادخل على مش عارف على المنتج وبعدين اجيب ده من خلال الابلكيشن بتاع الموبايل نفسه، ولازم تحط موبايل تاني جنبك، يعني موبايل موبايلين، موبايل اللي بتشتغل بيه موبايل تاني يترجم لك، عارف بالصوره كده في جوجل ترانزليت ابلكيشن بتحط عليه بتحط الصوره وهو يترجم لك الكلام، فانت بتشوفه من موبايل التاني. فقعدت كتير جدا عشان افهمها بصراحه، وبعدين بقى تبعت له لازم تيجي تترجم له اول الكلام انت عاوز تترجمه له بالصيني وتبعته له وهو يبعت لك بالصيني، طب انت جاي واخد الكلام ده ومترجمه، لفه طويله بس ايه مريحه. ممكن تاخد الرقم بتاعه مثلا على الواتساب او السكايب مثلا، او تاخد الايميل بتاعه وتكلمه، ممكن يطلع بائع كويس حسب التخصص بتاعك يريحك شويه كلامك بالانجليزي. المهم ان شغلتهم على علي اكسبريس، هم بيعملوا الكلام ده، يعني ايه تلاقي اغلب التجار على علي اكسبريس هم اصلا بيجيبوا من تاو باو، انت تطلب الحاجه يروح يطلبها لك من تاو باو، بس هو بقى فاهم الحاجه توصل، يعني عنده صلاحيه او فاهم المدن بقى، فاهمين مدن الصين في بعض، ويعرف ان يطلب الحاجه دي من اي مدينه عشان توصل خلال يوم بسرعه، عشان يوم جاي ايه عاملها دروب شيبنج ليك او للزبائن بتوعك. تمام، التواصل بتاعها بقى ايه، انك بتخش على المنتج مثلا وليكن المنتج ده، وبعدين بتعمل كونتاكت مع طبعا علي اكسبريس يعني الكلام ده،
وبعدين بتعمل كونتاكت مع الزبون مع البائع بتاعك. كونتاكت ناو، وساعات بتلاقي بقى كلمة اونلاين هير، اونلاين بقى تقوم جاي فاتح الشات معاه. وطبعا دلوقتي الوقت اللي احنا فيه ده هتلاقيهم في الصين دلوقتي نايمين، الوقت تقريبا الفجر او كده. فالصبح مثلا على توقيت مثلا القاهرة كده الساعة 6 الصبح تلاقيهم ايه بدأوا ايه شغل. 6 الصبح لا يا ربي 4 الصبح بتلاقي مثلا بدأوا يشتغلوا، بتلاقي ايه بدأ اونلاين معاك، تبدأ بقى تعمل له شات اونلاين. ممكن انت بقى لو انت ايه في تريكة كده صغيرة لو انت عاوز تاخد منه خصم، يعني لو انت هتاخد تقول له مثلا انا شفت المنتج ده على تاوباو مثلا اقل منك، انت عندك انا عملتها مره قبل كده ولقيت الولد نزل لي نص السعر، فمثلا تقول له ايه، تقول له انا شفت المنتج ده على تاوباو مش عارف، كلامه بثقه كده يعني، مثلا ايه وليكن المنتج هو بيبيعه على اكسبريس ب 90 دولار، اقول له انا شفته على تاوباو ب 50 دولار، ايه رايك تديهولي ولا اروح اشتري من تاوباو؟ فتلاقيه بقى في بعض الاوقات حصلت معايا، جيت بقول له مره انا بقول له كده بثقه مش فارق معايا يعني، انا كده كده عند البائع بتاع تاوباو، بكلمه دلوقتي بيقول لي خلاص هديهولك ب 60، هو اصلا ب 90. ف وهي هي كمان هيعمل لي توصيل كمان ليه لامريكا يعني، فساعات بتنفع يعني، نفعت معايا مره قبل كده بصراحه. ممكن لو البائع ده مثلا ايه يساعدك شويه، ممكن تبعت له تاخد الايميل بتاعه او السكايب مثلا وتبعت له، لو انت عندك اوردرات كتير تجمعهم في اكسل شيت او جوجل شيت، في اوتوماتيك كده بلجن بتجمعتك الاوردرات على طول في جوجل سبريد شيت من شوبيفاي، وتروح تبعت له ايه، تبقى انت على كونتاكت معاه، مع الوقت بقى انت من انتك العلاقه دي يعني، وتروح هو على طول اوتوماتيك يبص على جوجل سبريد شيت، لما يلاقي اوردر يقوم جاي حاطط لك الاوردر على الاكسبريس وانتم انت جاي دافع، وهكذا. دي طبعا بتحصل مع الايه، مع الوقت والريليشن يعني. تمام، دي بس نبذه عامه، لكن طبعا الكلام فيه كلام كتير. كيف اقوم بفتح حساب فيديو اد كوبي رايت؟ مش فاهم فيديو اد كوبي رايت ازاي، مش فاهم دي بصراحه. قصدك ايه؟ كيف اقوم بفتح حساب جوجل ادورد بعد ما تم غلقه؟ لا خلاص، بعد ما تم غلقه ما تفكرش، ضيعش وقتك. جوجل يعني الفيسبوك ممكن يفتح لك حساب، اما جوجل ما بيفتحوش تاني، وطبعا ما فيش سبورت عند جوجل يعني. ان كان الفيسبوك في مجال انك تشوف سبورت، الجوجل بقى ما فيش اصلا سبورت خالص، اللي هو يعني انت مالكش لازمه خالص. ما اعرفش بصراحه جوجل بتعمل مع الناس على كده على اي اساس. فيعني لو تم غلقه يبقى احسن لك من الاول تشتغل ايه، تفتح تغير تفرمت لويندوز، او تشتغل بحاجه اسمها الفيمير، زي الفيمير ده. الفيمير ده بيعمل لك ويندوز داخل الويندوز مثلا، يعني حاجه اسمها الفيمير فيوجن، بيعمل لك كنت مثلا تسطب ويندوز 7 مثلا او حاجه او ويندوز 10 وكده، وتفتح لك ويندوز داخل الويندوز. تمام، وتعمل بقى ايه، ساعتها هيظهر جهاز جديد خالص بماك ادريس جديد وبمواصفات جديده واسم جديد، وتفتح بقى ايه جوجل من تاني جديد فيه. فطبعا يفضل تكون حساب جوجل اللي هو الجيميل يكون قديم شويه عشان تقدر ايه تفتح حساب جديد ادوردز، تكون الفيزا بنفس. خلي بالك الحاجه اللي بيركز عليها جوجل ادوردز هو العنوان، الادرس بتاعك، هو عندهم صلاحيه انه يشوفوا عنوان الفيزا، لو شافوا العنوان متطابق مع البلد او البلد اللي انت فاتح منها الحساب الادوردز، الفيزا عادي بتعدي، وبتاخد كمان ممكن يبعت لك كوبون وكده. هو بينج، لو الفيزا عنوانها مش متطابق مع العنوان اللي انت كاتبه او عنوان البلد اللي انت داخل منها الاي بي ادرس، بيقفل لك الحساب. عرفت ازاي؟ هو اهم حاجه في يعني في عند ادورد هو العنوان. يعني لو انت عرفت مثلا تجيب فيزا كندي من حد وتخش باي بي ادرس كندي نضيف، نضيف مش بروكسي مضروب او حاجه، لا اي بي ادرس مثلا او في بي ان كندي نضيف، ممكن يفتح لك الحساب 500 دولار لو انت معاك فيزا امريكيه وفيزا كندي، لان الحسابات الكنديه دي اول ما تفتح تفتح 500 دولار. لو انت معاك مثلا معاك فيزا امريكي، فيزا كارد امريكي، وجبت العنوان بتاعها صح وجبت اي بي ادرس مناسب للعنوان بالظبط زي مثلا الولايه بتاعت الاي بي ادرس او كده، تقدر تفتح حساب برضه بايه جوجل ادوردز مثلا، يفتح لك معاك 150 ولا حاجه في الاول. عرفت ازاي؟ بس لازم طبعا يكون حساب جوجل ده قديم، في مواقع بتبيع الحسابات القديمه دي. طيب كيف إدارة القائمة الاستفادة من منها خاصية في مقابل منتجات الأفيليت وكليك بانك بصفة خاصة؟ احنا شرحنا موضوع القائمة البريدية قبل كده، والناس كذا مرة حد راسلني يقول لي ما كملتش الفيديو، يا جماعة شرحناها أنا مش عارف أقول إيه تاني. بالنسبة لمنتجات كليك بانك، أنت بتختار حسب اختيارك للمنتج، يعني مثلا منتج زي ده اللي هو ذا أونلاين، ذا أونلاين دوك ترينر، هو بيديك أصلا الإيميلات اللي هتكتبها للناس إيه؟ هو بيديك كل حاجة، اللي هو البائع المحترف أو المهتم بان هو يبيع بيساعد الافيليت بتاعه،
فالراجل هنا بيساعدك في مثلا زي اونلاين دوك ترينر دوت كوم، بيساعدك انك انت تبيع له. فهتلاقي اصلا عامل لك حاجه اسمها ايميل سوايب. ايميل سوايب ديت يعني هي بيقول لك كاتب لك الايميلات جاهزه، وبيقول لك الايميلات دي هي دي اللي بتحول، انت تاخد لها كوبي وبيست وتحطها عندك وخلاص في القائمه البرديه، وتبعت للناس السلسله بتاعتك. فانت على اساس اختيارك للمنتج واختيارك للبائع اللي انت بتبيع له بيساعدك. يعني في بقى بائعين، بايع مثلا تاني او ما بيحطش الحاجات دي، فانت بقى بتخليك تلف حوالين نفسك. طب انا اجيب اكتب الايميلات دي منين؟ هو الراجل هنا عامل لك الايميلات دي جاهزه، وعامل لك حتى ايه لو انت هتعمل اعلانات على جوجل ادورد او فيسبوك، كاتب لك اعلانات جاهزه، انت مجرد انك بتعمل كوبي بيست. عرفت ازاي؟ فده بيعتمد على اختيارك من الاول للمنتج واختيارك للبائع. يعتبر 50% من شغلك هو الاختيار، انك تختار لاي مجال الاول، ده بيريحك بعدين. طب افرض مثلا انت معجب بالمنتج ده قوي بس هو مش مساعدك، بتعمل ايه؟ بتخش انت مثلا بتشوف سوايب، يعني سوايب للايميل ده حاجه اسمها سوايب، في سوايب دوت كوم كنا قلناها قبل كده. تخش تشوف امثله الناس كاتبين ايه. انت مثلا عندك على الايميل بتكون انت مشترك في قائمه بلديه او مواقع لها علاقه بالمجال، وتشوف امثله للحاجات اللي هي بعتهم لك، يعني بعتين لك الحاجات دي، فبتشوف تكتب ايه. يعني ممكن كلمه مثلا او ايميل ياثر فيك، فتحس ان الايميل ده هينفع مع الزبائن بتوعك، بتقلده عادي كوبي بيست. يمكن نربح من ادسنس المحتوى العربي. بصراحه انا ما بشتغلش عربي خالص، كنت زمان بشتغل عربي ادسنس بس كان كويس. و هو طبعا اقل تكلفه مع ادسنس هو السيو طبعا، مفيش كلام. تمام، وقلنا برضه ادسنس لو انت تشتغل عربي ممكن في مواقع نيتف عربي، قلناها على الكورس بتاعنا على اليوتيوب، بتشوف انت المواقع دي لو انت شغال اربيتراج عربي عادي. يعني تسويق منتجات امازون على الفيسبوك بيجيب نتيجه؟ انا بصراحه ما جربتش امازون على الفيسبوك، بس في ناس مجربينه كويس. يعني انا امازون السيو بس امازون على الفيسبوك في ناس بيقولوا ان هو كويس، ماشي معاهم كويس قوي. يعني هل اشتري حساب بنكي لشراء حساب على امازون؟ لا، لو انت تعمل حساب امريكي امازون لا عادي ممكن يشتغل بايونير. ولو انت تعمل حساب مصري برضه او حساب مغربي برضه بايونير شغال فيه عادي. في ناس بتبيع حسابات امازون بائع حساب من فوق $800 او كده لو انت عاوز. يعني في ناس بيبيعوها، اعرف ناس بس ايه دي معرفه، يعني ناس انا اعرفهم بيبيعوا الحسابات، حساب امريكي مفعل وبالورق وكل حاجه، وانت مجرد انك تحط ايه حسابك على حسابك على على اسمه ايه على بايونير، وتبدا بقى ايه تبعت منتجات وكده. بس طبعا في ريسك، الحساب ده ريسك خفيف شويه في الاول، بتشتغل اربيتراج مش تشتغلوش اف بي ايه لحد ما الحساب ايه يبدا يعدي شويه وقت عليه، وبعد كده اشتغل في اف بي ايه. تمام، كيفيه احتراف ادورد؟ ما هو ادورد غالي شويه، احترافه انك بتجربه. اصل ادورد سهل، كل الفكره كلها انك بتختار كلمات البحث، واختيار كلمات البحث ده اصعب خطوه، مش التقنيات بتاعت ادورد، هو اختيار كلمات البحث ده اصعب خطوه. ايه كلمات البحث اللي هتحول، واللاندنج بيج، وازاي تعدي الريفيو بتاع ادورد. البيتكوين هل مستقبل في الصعود؟ مفيش حد في الدنيا عارف ايه اللي يحصل بعد كام 5 دقايق في البيتكوين، اصل هي كلها استثمارات، قلناها امبارح استثمارات. الاستثمارات دي دخلت في البيتكوين سعره بيزيد. يعني دلوقتي احنا دلوقتي شايفين الماركت كاب بتاع البيتكوين 191000 191 مليار او كام يا رب، مليار. لو ال 191 دول كمان 5 دقايق بقوا مثلا 199، تلاقي سعر البيتكوين هنا زاد. يعني سعر البيتكوين بيتحدد على اساس الماركت كاب على عدد البيتكوين. يعني نيجي نعمل ريفرش للصفحه دي كده دلوقتي، المفروض هم 191، هنشوفهم بقوا كام. كل 5 دقايق الموضوع ده بيتغير، وانت عليك تتقبل الريسك ده. ما انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل دلوقتي، ممكن يزيد ممكن يقل. 195، يعني في 5 مليون واحد 5 مليار دولار دخلوا على البيتكوين في خلال مثلا 10 دقائق في الشغل اللي احنا قاعدين نشرحهم ده. فايه اللي حصل؟ سعر البيتكوين هو زاد على اساس ايه؟ الماركت كاب اللي داخل. ممكن في لحظه ناس يبيعوا ويخرج ال 5 مليون ويرجع تاني سعره يقل. فانت بقى ايه عليك انك تتابع، يعني عليك انك تتابع قاعد بقى ايه الكوين ماركت كاب ده، هو ده جوجل بتاع بتاع البيتكوين والعملات الرقميه، انك كل 5 دقايق بتشوف الرقم ايه. طبعا الناس اللي بيجمعوا البيانات دي عارفين الحاجات دي اسرع منك، فبيقدروا يبيعوا او يشتروا اسرع منك، هي دي الفكره كلها. بس يبقى ان في بعض الحقائق بتبان، يعني
يعني دلوقتي كان هو كان من ساعة 191، دلوقتي بقى 195، غالبا هو بيزيد. يعني انت دلوقتي نظرتك ان هو الماركت كان بيزيد، الناس بتحط استثمارات دلوقتي فالسعر هيزيد. ممكن مثلا لو هو 195 وجيت كمان 5 دقايق تبقى 194، يبقى غالبا ايه البيتكوين هينزل، فانت غالبا بتبيع وتنتظر عشان تشتري من سعر ارخص. وكذلك مع العملات التانية، احنا قلنا امبارح مثلا الايثيريوم، الايثيريوم مثلا سعره بيتحدد على اساس ايه؟ على اساس البيتكوين اللي داخلاله. يعني مثلا الايثيريوم النهارده الماركت كاب بتاعه كام؟ ما تبصش بقى للعملات التانية بالفلوس، لا بص لكام بيتكوين داخله. الجهاز عندي دلوقتي بيصوت من كمية الصفحات اللي أنا فاتحها. فلو حد بعت لي رسالة، أنا من شوية واحد بعت لي رسالة، عملت ريستارت للجهاز النووي. فدلوقتي مثلا أنا داخل على الإثيريوم إيه؟ الماركت كاب بتاع الإثيريوم 8 مليون و700 ألف بيتكوين. لو ال 8 مليون دول كمان 10 دقايق بقوا 9 مليون، سعر الإثيريوم بيزيد. لأن في استثمارات جاية بيتكوين عليه. و يعني هي الفكره كلها حاجتين، اول حاجه سعر البيتكوين اللي هو بيتحدد على اساس الايه الماركت كاب بتاعه، سعر العملات التانيه بتحدد على اساس كام بيتكوين داخلاله وكام سعر البيتكوين في الوقت ده. هي عامله تركيبه لحد ما بتظهر انها معقده، لكن ايه لو انت مع الوقت هتفهمها وتحفظ بقى. يعني مثلا الايثيريوم انا كنت مثلا حافظ من شويه ان هو كان ايه، كان 8 مليون و600، دلوقتي بقى 8 مليون و700، انا بقى ايه مع الوقت عارف. يعني الريبل كذلك، فانت بقى مع الوقت بتشوف اللايت كوين مثلا كان الصبح مثلا ايه، انا كنت حافظ مثلا لايت كوين النهارده كان الصبح مثلا حوالي بتاع 800 وشويه، النهارده 917، زاد له زاد البيتكوين. فمعنى كده ان في استثمارات بيتكوين دخلت في اللايت كوين فسعره زاد عن الصبح. تمام، كان الصبح 100 حاجه و80 دولار، دلوقتي 199 مثلا. عمله ايه الاستيلر، هكذا انت بتشوف العملات ايه اللي داخل عليها. طبعا السوق النهارده احمر شويه، امبارح كان اخضر خالص. انت عرفت تتقبل الريسك بقى، يعني ما هيش مزرعه فلوس قد ما هي برضه ايه فيها نسبه خساره، وانت عليك تتقبل الخساره قبل ما تتقبل المكسب يعني. وتجاره العملات لازم يكون تتجرد من حاجتين، اول حاجه الخوف والطمع. يعني لو انت خايف مش هتحقق فلوس، لو انت طماع هتخسر فلوس. فلازم يبقى في ثقه، وما تشغلش بالك نزل العملة صعدت مش فارقة معاك، في ثقة، لازم تتعامل بثقة مع العملات. تمام؟ وتتقبل الخسارة قبل ما تتقبل المكسب. تمام؟ طيب، فمحدش عارف البيتكوين سعره هيزيد ولا لأ، هي الفكرة كلها في إيه؟ في الماركت كاب بيزيد ولا بيقل؟ بالنسبة لكورس الدروب شيبنج أنا لسه ما بدأتش فيه والله، بس أنا دلوقتي انا قلت امبارح، قلت ان الموضه دلوقتي الناس بدات تسيب شوبيفاي وتروح على كليك فانلز، عشان موضوع الاب سيل والداون سيل بتاع وسهوله التعامل مع ايه مع كليك فانلز على شوبيفاي. فدي الموضه دلوقتي، فانا ما حبيتش ان انا اعمل مثلا كورس شوبيفاي ونيجي مثلا نلاقي ايه الناس متجهه لكليك فانلز، فيبقى كده الكورس ده قديم. فانا لسه بدرس الاول كليك فانلز، بنعمل شويه تجارب كده عشان نبدا ايه نخش كورس يعيش. انا بحب دايما اعمل حاجه تعيش، ما بحبش حاجه اعمل حاجه وجي تاني يوم الاقيها ايه اتغيرت. عرفت ازاي؟ لان ده سياسه الانترنت ان كل يوم في تغير، فانا احب نعمل حاجه على اساس ايه اللي ماشي جديد. فغالبا ان شاء الله نحاول نشوف إيه يعني في التغييرات اللي بدات دلوقتي ان الناس بدات تسيب شوبيفاي وتروح لكليك فانلز، نحاول نشوف الفكره دي او كليك فانلز وبداله، يعني مش لازم كليك فانلز بس. يعني بس الفكره ان دلوقتي ايه المنتجات الفيزيكال بقى بتتباع عن لاندنج بيج زي ايام زي ما كانوا بيبيعوا الديجيتال برودكت يعني. فان شاء الله ربنا ييسر الحال باذن الله، نحاول نعمل ايه نعمل برضو كيس صدر، ربنا ييسر باذن الله. الفكره في الوقت، بس انا قلت برضو الكلام ده قبل كده، الوقت يعني وقت الواحد ضيق جدا 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 ازاي، فبرضو يبقى في عذر شويه يعني، اعذرني غصب عني انا مش متفرغ 100% الانترنت يعني، وان كنت اتمنى كده يعني بس غصب عني. موقع فيه مقالات ومنتجات افيليت كليك بانك سهل، كل حاجه سهله، بس يعني انت عليك انك تقدم حاجه، تقدم قيمه فاليو للناس من خلال الموقع ده. مش عندك حاجه جديده تقدمها للناس ايا كان التخصص بتاعك، ما انت بتكسب فلوس عن الفاليو، مش بتكسب فلوس ان المجال حلو او المنتجات حلوه أو انت بتكسب فلوس عن الفاليو. ارجع لكورس التسويق الالكتروني، قد ما تفكر هتكسب ايه لازم تفكر هتدي للناس ايه.
فيكون انت عندك فاليو بتقدمها للناس، والفاليو دي بتعتمد على انك بتكون فاهم المجال بتاعك وفاهم المنافس بيقدم ايه وانت تقدم ايه احسن منه. يعني مثلا انا دلوقتي قاعد بتكلم معاك وبديك معلومات، فدي فاليو بالنسبه لك. ممكن لو انا مثلا بتنافس مثلا على حد مع حد تاني، انت بتشوف ان عندي فاليو مثلا، فهكذا. انت برضو بتقدم فاليو ايه في البيزنس بتاعك عن اي حد تاني؟ الفكره كلها في الفاليو، ما تفكرش في الربح قد ما تفكر في الفاليو اللي بتقدمها، عشان الفاليو دي اللي هتجيب لك الفلوس، هتجيب لك الربح بعدين. عرفت ازاي؟ في اي منتج، اي بيزنس اونلاين ناجح، اللي كتير بيسالني السؤال ده، عاوز ابدا شغل الانترنت، ابدا ازاي وابدا فين واعمل ايه؟ ودي انا برضو زيك، برضو لما بدات كده برضو ما كنتش فاهم، بس مع الوقت يعني انا بقولها لك اهو، خلاص الفاليو اللي هتقدمها هي الفكره كلها، هتقدم ايه للناس، والفاليو دي على اساس الفاليو دي هتجيب فلوس. فابدا الاول البيزنس بتاعك، ما تفكرش في اي ربح منه خالص، فكر الاول الحاجه القيمه وان الناس تتبسط من الحاجه اللي انت بتقدمها، وبعدين فكر في الفلوس بعدين. عرفت ازاي؟ ما تتسرعش. في ناس فاكره انها تحط مثلا دولار النهارده تلاقي تاني يوم بقى 2 دولار، لا مش كده. تمام، عندي ميزانيه 700 دولار وفشلت في كل شيء. ما انا لسه بقول، ما شفتش السؤال بتاعك بس لسه بقول، ما تفكرش في المكسب قد ما تفكر في الفاليو اللي انت قدمتها، واصبر عليه، اصبر على الحاجه. يعني اللي شغال في العملات وتجاره العملات والحاجات ديت لازم يتحلى بالصبر، بتعلمك الصبر الشديد. فاصبر، اصبر على الحاجه، ما تستعجلش، وفي نفس الوقت برضو شوف هل الناس مبسوطه بالحاجه اللي انت بتقدمها دي ولا لا. يعني ده المقياس بتاعك في البيزنس بتاعك، بتشوف الناس مبسوطه ولا لا. فانصحك انك ايه، حسب القيمه اللي انت بتحبها، حسب الحاجه اللي انت هتقدر تقدم فيها قيمه للناس. مستقبل العمل من الانترنت عادي، هي الفكره كلها ان بدأ ناس كتيره تيجي على الانترنت تشتغل، فالمنافسه بقت اكتر، فالفرص بقت اقل عن قبل كده. كان الملعب واسع، الملعب واسع ليك انت لوحدك، النهارده الملعب بقى مشترك، الملعب النهارده بقى مشترك معناه. فلازم ايه، لازم يبقى في ايه شويه منافسه اكتر. يعني ادوات التجسس عادي، عندي مثلا جيم اوفر نينجا او كذا او كذا ادوات عادي. هي الفكره في ادوات التجسس انها بتعرفك الامثله بس مش اكتر، لكن ما بتديكش تحليل كامل يعني عن الاستهداف والحاجات اللي زي كده. تمام، طموحك وحزن عادي، مفيش طموح ولا حاجة. مصادرك اللي اتعلمت منها، انا اتعلمت بتعلم عادي، انا اي حاجة بحب بتعلم، بكتب على جوجل، بكتب على اليوتيوب. يعني بحب اليوتيوب جدا، يعني بحب ان انا ادور على اي حاجة على اليوتيوب، بحب اشوف فيديوهات، عشان كده ما بحبش، عشان كده بحب اعمل فيديوهات، ما بحبش اكتب، ما بحبش الكتابة خالص، بحب ان انا اكتب بلوجات ولا مدونات ولا الحاجات دي، بحب انا دايما كل حاجه فيديوهات فيديوهات. فانا كل معلوماتي من الفيديوهات، وتلاقي حاجات مثلا على اليوتيوب كده ايه، فيديوهات مش معروفه، او حتى انا دايما بحب، يعني انا دايما بفضل ان انا ما اخليش الفيديوهات بتاعتي ايه برضو اللي انا بعملها ما تبقاش مشهوره قوي، عشان ما تستهلكش بزياده يعني. فتلاقي دايما اغلب انا اتعلمته على اليوتيوب فيديوهات ميته كده وضايعه وقديمه وحاجات زي كده. فهي الفكره كلها بتلف انت وبتبحث عن المعلومه، هتلاقي نفسك اتعلمت يعني. تمام، مراجعة الفيسبوك لثلاث ايام. هو والله للاسف دلوقتي اليومين دول الفيسبوك بقى غريب، بس هي الفكرة كلها حسب الريفيو بتاع الاكونت بتاعك، يعني حسب البلد بتاعتك، وحسب حسب الريفيو بتاع الاكونت بتاعك، وحسب انت صرفت قد ايه، وحسب الاعلان، نوعية الاعلان. لو مثلا في كتابة او كده بياخد وقت اطول، لو مثلا ايه، لو ترافيك بالذات عاد بياخد وقت. هي الفكرة في الانجيجمنت، الاعلان اللي هو البيبر انجيجمنت هو اللي بياخد سريع دلوقتي، هو اللي بتوافق عليه بسرعة. توقف حسابك بنشاط غير اعتيادي غالبا بسبب الاي بي ادريس بتاعك، بسبب انك حسابك مش مفعل هويه، بسبب الفيزا نفسها. شوف انت ايه المشكله عندك وراسل الفيسبوك. كيفية رفع حد الإنفاق في الفيسبوك؟ أنت كل ما عندي مثلا إيه، أول حاجة الحساب بيفتح معاك 25، عديت ال 25 بيبدأ يفتح لك أوتوماتيك إيه، ودفعت وسحب من الفيزا بيفتح لك 50، 50 بعد كده 250، بعد كده 500، 750،
وهكذا. فهي كلها انت حسب الدفع يعني. الشركات اللي بتعمل جوجل ادسنس النيتف، اشتغل في النيتف تابولا واوت برين، بس لازم يكون عندك موقع مصدر الترافيك بتاعه من جوجل او من مواقع السوشيال، وقدم على تابولا او اوت برين، او هتلاقي النقرات حلوه احسن من ادسنس، نقره مثلا ب 20 سنت 30 سنت تابولا والحاجات دي لو انت تقدر تقدم فيها يعني. لازم موقعك يكون ترتيبه في اليكسا اقل من 100,000، ويكون زواره من امريكا وانجلترا. لو حبيت استورد منتج من علي اكسبريس لمصر، والله انا كنت بتكلم مع ناس برضه بسبب الاستيراد في مصر، للاسف عندنا الاستيراد غريب وقافلين على ال يعني هنخش شويه في السياسه بقى يعني، انا اخش كده في السياسه. فالدنيا في مصر بصراحه مش مشجعه لاي استثمارات، تمام. لكن في الخليج يعني الاستيراد سهل، انت ممكن انت قاعد كده في عادي تجيب تعمل طلبية من عليك من علي بابا وبتاع وتجيلك عادي، مش أي مشكلة. أما عشان تعملها في مصر الموضوع معقد لغاية، أكيد برضه في المغرب والجزائر تسمع برضه الموضوع معقد برضه. فللأسف يعني كصغار البائعين الدنيا معقدة يعني. لو الدنيا سهلة عندنا احنا ليه نروح نبيع لأمريكا وإنجلترا والناس ديت؟ واحنا نعمل شوبيفاي والحاجات دي لينا احنا في بلدنا وكده ونبيع وكده. بس للأسف الدنيا معقدة فصعبة شوية. واللي يضايق بقى ان ايه، ان في ناس بتدفع جمارك وفي ناس لا. فيعني تلاقي مثلا واحد قدر يدخل حاجه المنافس تلاقي مثلا عدها من غير ما يدفع جمارك، وهو نفس الحاجه انت دخلتها بجمارك، فتيجي بقى ايه المنافسه اصلا مش متكافئه يعني. شراء اللايكات الصفحه، ما خلاص بقى شراء اللايكات ده كان عصري وانتهى يعني. في ترافيك انستجرام جوجل، طبعا انستجرام الترافيك العالي جدا يعني، لان مجرد ما شاف اسم الموقع بتاعك ودخل وحفظه وبعدين دخل على اللابتوب او دخل على الموبايل وكتب اسم الموقع ده، في حد ذاته بيخلي الموقع يلزق فيه، يلزق في دماغه، ويكون هو مستهدف وعاوز ان هو يدخل يشوف ايه الموضوع. جوجل بلس برضو الترافيك بتاعه عالي جدا يعني، مفيد جدا لادسنس. احنا قلنا موضوع التجار الصينيين، دلوقتي كان في واحد كتب مش عارف طريقة عشان تنزل سعر النقرة. هي الفكرة كلها ايه، عشان تنزل سعر النقرة ان لازم يكون ايه، يكون في تفاعل كبير من نفس البلد دي. عرفت ازاي؟ هي يعني مثلا لو انا عندي موضوع مثلا او عندي بوست مثلا معين واستهدفت بيه كذا دولة، الهند وباكستان مثلا وامريكا، فبتوع الهند وباكستان النقرات بتاعتهم او اللايك بتاعتهم رخيصة جدا فعملوا لايك بسرعة، وبتوع امريكا ما عملوش لايك، فسعر السعر في امريكا زي ما هو عالي برضه. هي الفكره كلها لما بتوع امريكا يلاقوا لايكات كبيره، لايكات كتير على البوست، يبقى في مجال ان هو يضغطوا اكتر. دي الفكره كلها يعني. لكن مش معنى كده ان النقرات او اللايك بتاعت امريكا تبقى ارخص يعني، لا، هي ما زالت برضه نقرات السعر زي ما هو، لكن الى حد ما بتشجعهم ان هم يضغطوا لايك لما يشوفوا ان العدد كبير. بس ساعات بيبصوا برضه العدد اللي مثلا ايه اسماء غريبه عليهم في اللايكات او كده، يقول لك لا ده مش حد تابعهم، عايزين نشوف اسماء زيهم. فالاسماء اللي زي الامريكان ايه، استراليا، نيوزيلندا، عارف ازاي، الدول دي ارخص شويه من امريكا، مش الهند وباكستان. لو انت كاتب السؤال 50 مره ليه؟ مفيش حاجه مستحيله. التحديثات اللي احنا قلنا التحديثات دي على الكل مش عليك انت بس، فنصبر لحد ما نشوف اللي هيحصل. ما نقولش، ما نحددش دلوقتي النهايه، لكن لو فضل الحال على كده براحته، هو حر في ده، هو حر في الموقع بتاعه، هيغلط الغلطه وهيفقد ناس كتيره، خلاص عادي نشوف اي موقع تاني نعمل منه اعلانات عادي، مش اي مشكله خالص. احنا قلنا قبل كده ان هو عاوز يخلي الموقع السوشيال اكتر منه تجاري، هو ده هدفه، تمام. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل الايام اللي جايه لحد ما نشوف الحاجات دي على ارض الواقع الاول، هل هتتحقق ولا هل هيتراجع وهيرجع. لان قبل كده برضو قال لك هنعمل اتنين تايم لاين، مش عارف تايم لاين اللي ايه، ولما لقى في ضغط وجربها على دول تراجع. فهنشوف، خلينا نشوف، لسه ما لسه الوقت ما اذنش ان احنا ندي قرار نهائي. لما تعمل دعايه لموقع اخباري طبعا بتحط البوست اللينك في الخبر يعني، ما تحطوش في الكومنت.
ريتش ولا تفاعل نفس الشيء، اصل كده بتدفع ريتش ما تدفعش على التفاعل، بس لو حصل تفاعل على الريتش هيزيد التفاعل اكتر، هيزيد الريتش اكتر بسعر ارخص. هي الفكره كلها يعني. كان الاول قبل كده لحد اول 2016 يعني، مثلا لو كنت بتدفع بريتش كنت ممكن تدفع بالريتش وتدفع بالتفاعل، ما في يعني يبقى في فرق فيهم في السعر. اما النهارده ما عادش فرق، لان كده كده بيحاسبك في الاخر على الريتش، ما بيحاسبكش على التفاعل. عارف ازاي؟ تتوقع ايه افضل الحصول على جمهور؟ اعلانات البيج نفسها او اعلانات البوستات؟ انت بتجيب الاعلانات للبيج عشان تجيب لايكات، عشان تجيب بالك وعدد، او اعلانات البوستات عشان تجيب تفاعل معاها ونقرات عليها. بس طبعا اعلانات البوستات بتبقى افيد للاتنين يعني، الناس قاعده بتجيب لايك على الصفحه ولايك للبوست نفسه يعني، لو الناس عجبها الكلام يعني. حسب موقع كتوبة والصين كيف تعمل، انا بقول لحضرتك التعامل مع توبة وده قصه لوحده يعني، مجهود عالي جدا، ولازم تجيب اتنين موبايل، وموبايل تقعد تقرا منه، وموبايل مش عارف تحرك منه فيلم وكده قصه. انا حتى لو حاولت اسجلها فيديو مش عارف اعملها ازاي بصراحه، لان انا بيبقى عندي اتنين موبايلين كده فوق بعض، واحد مشغل جوجل ترانزليت بالكاميرا والتاني قاعد بكتب منه، هو مش عارف اقوم جاي اعمل كوبي للكلام وبعدين اقوم جاي رايح اشوف على جوجل ترانزليت بالصيني وارجع اكتبه له بالصيني فيلم كده. لكن اريح لك، اريح لك يعني. اصل التوبة بيفرق في ايه؟ في الحاجات الغاليه، مش بيفرق في الحاجات الرخيصه. الحاجات الرخيصه كده كده فرقها بسيط، ما بتفرقش كتير. الحاجات الغاليه بيفرق فيها التوبة بس. لو انت ناوي حاجات غاليه اقول لك فكر في التوبة. ماشي. وفي بقى الأحسن من توبة بقى، 1688 ده بقى، ده قصة لوحده. يعني أمازون أفيليت هتشتري منه إزاي؟ مش فاهم، سؤال مش مفهوم خالص بصراحة. إذا سجلت في أمازون أفيليت أستطيع أن أشتري منه لأبيع في إيباي؟ سؤال مش مفهوم، واضح إنك يعني مش واخد بالك إيه القصة بالظبط، إزاي تبيع على إيباي؟ مش واضحة القصة ليك بصراحة. بس امازون افيليت ده حاجه يعني مش فاهم، انت لما تسجل في امازون افيليت هتعمل ايه؟ ما رايك في ترافيك انستجرام وجوجل بلس؟ ما احنا قلنا انا ما اعرفش والله. لا في واحد بيقول لي، انا رحت فرنسا ولا اعرف، في اصدقاء بيحكوا لي عن موضوع السترايب سهل في فرنسا، مش عارف اول سنتين من غير ضرائب وبعدين بتقفل الحساب وترجع تفتحه تاني ولازم يكون لك حد هناك في فرنسا. ما اعرفش القصه ايه، انت ادرى بقى، انتوا ناس هناك ليكوا أصحابكم هناك في فرنسا. والله كنت أنا نفعت نفسي وحافظت على الحساب بتاعي من غير الغلق، للأسف الفيسبوك غريب بصراحة في الغلق، قفل لي حساب برضه وبوظ لي حساب 800 حساب وبتاع. أصل مفيش لها هتعمل إيه، هو تلاقي مثلا واحد، لو مثلا حد عمل لك ريبورت للإعلان بتاعك ممكن يكون الحساب إيه في الحساب بتاعك كله، ملهاش مقياس. فالمهم الفكرة كلها انك تعمل حسابات على قد ما تقدر في فيسبوك، اعمل حسابات وخلاص. وطبعا ولو حصل الغلط ما تشغلش بالك، فكر في اللي بعديه. هنقعد نتحايل على الفيسبوك في الفتح والغلق، ما فيش حل بصراحة عندهم. قمت بأربع محاولات طلب القبول في ادسنس. والله ريح نفسك واشتري حساب ادسنس وخلاص، الحسابات بقت رخيصة يعني. انا شخصيا بشتري حسابات ادسنس، ما بقعدش بعمل حسابات. من اخر حساب عملته من 2015 ما بقعدش بعمل حسابات خالص يعني، اشتري وخلاص وريح نفسك. والناس بتبيع كتير حسابات قديمة وجديدة. طبعا سيلز فانلز اكيد طبعا. عموما هي سيلز فانل مش فكرة صفحة السيلز فانل، لا الفكرة كلها فانل كسياسة عامة يعني. انت الاول الناس اللي هم بس ده عاوز البيزنس كبار، مش عاوزين احنا يعني كمبتدئين يعني. انك بتجيب الاول معجبين بالصفحه او معجبين بالمجال بتاعك، وبعدين تبدا ايه تخليهم يشتركوا في القائمه البريديه، وبعدين تبعت لهم مش عارف دول اسمهم كده ليد، كنا شرحناها برضه قبل كده على اليوتيوب. وبعدين الليد يتحولوا لبايرز، وبعدين البايرز اللي انجيج بايرز، وهكذا. اداه مجانيه اسمها لاندنج بيج. اشمعنى اداه مجانيه ازاي؟ مفيش ادوات مجانيه للاندنج بيج عادي بقى. ممكن بقى ويكس بقى وكده، ويكس دوت كوم، وتعمل لك موقع مجاني ويكس. بس ليه مجاني؟ ليه الأداة مجانية؟ ايه تاني؟ ازاي افتح حساب ادورد بعد الحصول على حظر؟ ما احنا قلنا بتعمل ويندوز جديد وحساب جوجل، جوجل اكونت جديد وفيزا جديدة لانج تكون بنفس العنوان بتاعك.
جيت ريسبونس طبعا احسن يعني. ميل تشيمب، ميل تشيمب دلوقتي بتشتغل فيسبوك، جيت ريسبونس افضل شويه، افضل شويه من ناحيه اللي هو ايه، بيعمل اوتوماتيك. لو انت بتشتغل افيليت بالذات، جيت ريسبونس انضف لك يعني واحسن لك. ميل تشيمب لو انت بتشتغل مثلا ليد جنريشن، لو انت بتشتغل على خدمات سيرفيس او خدمات دروب شيبنج، ممكن يفيدك. لكن جيت ريسبونس مفيد جدا في الافيليت. عمليات الادوار ده موقع جديد هيكون افضل لبناء باك لينك ثقه. هي ايه علاقه الادوارد بالباك لينك؟ ادوارد ده اعلانات، باك لينك دي سيو، فملهمش علاقه يعني. لا لو انت فتحت حساب افيليت، امازون افيليت، قدامك 6 شهور لازم تدخل مبيعات مش عارف تقريبا بحوالي $20، لان لما الحساب يتقفل تقريبا 3 شهور او 6 شهور مش متذكر. فدخل كل 3 شهور لازم تدخل مبيعات عشان الحساب ما يتقفلش. الكليك فانل، الكليك فانل يعني الابسل دايما بيشتغل مع سترايب او اللي هي الحاجات اللي هي الكريدت كارد. ليه؟ لان زي مجرد انه بيضغط على نقره واحده بيضيف الابسل او الداون سيل. اما البي بال بيبدا يخش يدخل حسابات بياناته في البي بال تاني. الفكره في الابسل ايه؟ سرعه تنفيذ الامر، دي فكره الابسل. يعني انت بتاخد المشتري على اخوانك كده، هتضيف ده على الضيف ده على الضيف ده على الكريدت كارد، تلاقي سحب من الفيزا. هي الفكره انك بتاخد الزائر على اخوانك كده وتقول له طب تعالى ضيف ده كمان. فدي بتبقى ميزه شويه في الناس اللي معاهم سترايب. اما البي بال بيبدا يخش من اول جديد على حساب البي بال ويكتب بياناته، مفيش فيها في البي بال نجاح في الابسل. لكن في اللي هو خدمه سترايف كارت دي بتستقبل بي بال عن كليك فانلز، لكن برضو بتاخد وقت، بتخلي ايه الكونفرجن اقل شويه. هي الابسل والداون سيل معموله للناس اللي بيشتروا من بيدفعوا بالفيزا كارد. شوف اي باي بصراحه انا شخصيا ما بحبوش من اول 2009، لانك بتتكلم في ملاليم وبتتكلم في دولار ودولارين ربح بالعافيه، وتلاقي ناس متنافسين في اي باي على حاجات بسيطه. وبعدين ايه، في اي باي مشكله كمان البي بال والديسبيوت والحاجات دي. تلاقي واحد اشترى منك المنتج ووصل له وتلاقي يقول لك ديسبيوت ولا ما وصلنيش وبتاع، وما تقدرش تثبت. ودايما البي بال او الاي باي بيقفوا في صف المشتري. طبعا مش معنى كده ان كل اللي على اي بي نصابين يعني، بس الفكره كلها ايه، ان في مشاكل بتهدك في الاول مع اي بي، خصوصا لو انت مبتدئ او البادجت اللي معاك قليل. انا شخصيا ما بحبش اي بي، لكن اي بي حلو جدا يعني، ناس كتيره شغالين اي بي وممتاز معاهم بالنسبه حلو يعني. الناس اللي بيعمل معاك مبيعات سريعه، اي بي ميزته ان هو ايه، اي نعم بتكسب دولار او دولارين على البيعه، ده غير عموله البي بال والاي بي وكده. لكن ان المبيعات فيه كتيره بتبيع كويس، او خصوصا لو المنتج بتاعك ايه نزل برضه على جوجل برضه او كده، او حقق ريفيوات كويسه، او لو انت مثلا الاكونت بتاعك محقق ريفيوات كويسه والناس عملوا لك متابعه كويس، بتلاقي برضه مبيعات اكتر في منتجات تانية. وبعدين في ناس بيبيعوا حسابات اي باي، وتلاقي مثلا حساب مفتوح لك 5000 منتج و10000 منتج، تلاقي الحسابات دي بتتفتح عادي مع البيبل بتاعها. وانت ممكن انت ممكن تعمل كوبي بيست للمنتج، الليست بتاع على اي بي سهل يعني، ليستنج المنتجات على اي بي اسهل ما يمكن. وضع الفايرال مش عارفين، ما بقولك نصبر لحد ما نشوف اللي هيحصل ايه، هل الكلام ده حقيقي التغييرات دي ولا لسه مش عارفين. خلينا نصبر، ما نحددش اي حاجه دلوقتي. الفلوس على البيبل بتنزل لي كونفيرمد، فهل يا ترى تفضل كونفيرمد ايا كان المبلغ؟ معرفش بصراحة. انت راسل البيبل واسألهم على الموضوع ده، بس غالبا ده مع الحسابات الجديدة يعني، بتقعد 21 يوم او كده. احنا قلنا الاسباب ان مفيش نقرات في ادسنس، هي ان الناس بيدخلوا عندهم الاد بلوك، قلناها قبل كده. وزادت دي الطين بالله كمان الموضوع اللي بيعمله جوجل كروم دلوقتي، ان يمنع الاعلانات كمان في الكروم. فاحنا دلوقتي في مشكله في موضوع، لسه هنشوف موضوع في فبراير الشهر الجاي لما نشوف جوجل كروم يطبق قصه منع الاعلانات دي، هل هيطبقها على ادسنس كمان ولا لا. فقله النقر الادسنس هي نتيجه ان الناس ما بتشوفش الاعلانات اصلا.
يعني انا في فاتح الكروم دلوقتي قدامك اهو، حاطط اد بلوك، فانا اصلا ما بشوفش ادسنس. اي موقع بدخله مركب ادسنس انا ما بشوفش الاعلانات دي اصلا. فكذلك في ناس كتير كده برضه، وانت ممكن تكون مركب بلجن يخفي اعلانات ادسنس، فتلاقي انت متهيالك ان ازاي شاف الاعلان لك هو ما شافوش. احنا قلنا الكلام ده قبل كده على الفيديوهات على اليوتيوب. تمام كده، تمام يا جماعه، مش عارف بقى اضغط بقى ايه سيف ازاي ولا ايه، انا ما اعرفش بصراحه. ممكن عادي تعمل دروب شيبنج من امازون عادي، عن شريط يعني من الافيليت بتاعك، بس الافضل لا مش من الافيليت، بتعمل انت بتشتري عن طريق ايه المواقع اللي هي الكاش باك احسن لك يعني، عشان برضه امازون ما يقولش انت بتشتري عن طريق الافيليت بتاعك وكده. فالافضل انك بتشتغل من عن طريق المواقع الكاش باك، وبتديك حتى نسبة أعلى كمان يعني. بس تأكد الأول إن هما السياسة بتاعتهم إن بيدوك على أي منتج على أمازون، مش مجرد بس منتج معين يعني. في بعض المواقع بتديك على منتجات فقط ومنتجات لأ، يعني متاحة أقصد ما غير متاحة. مش فاهم بقى، تنزل كونفيرمد. إيه رأيك في الورك ميس الووكوميرس؟ الووكوميرس لو أنت اشتغلت سيو، لو انت اشتغلت سيو كويسه، لو انت اشتغلت سيو مثلا او حد حاجه سوشيال غير الفيسبوك، ممكن الووكوميرس كويس واسهل شويه من الشوبيفاي، فيها اوبشنز اعلى يعني. بس الناس اللي على الفيسبوك، لو انت اشتغلت على فيسبوك، الناس على الفيسبوك اتعودوا على شكل شوبيفاي، فهيشوفوها هيصدقوا يعني، هيصدقوا المنتج بتاعك كده. فالفكره كلها ايه، في على حسب الاعلان بتاعك، هتشتغل على شوبيفاي على الفيسبوك ولا اشتغل سيو منتجات حاجات تانية. لو اشتغل حاجة تانية ومش ماكش فيسبوك، يبقى الووكوميرس أسهل بتاع يعني. مثلا لو اشتغل ريدت أو كده، الووكوميرس أسهل لك. طبعا أفضل مجال لشخص يخسر الإنترنت لمدة 3 أشهر ثم يعود شهر وهكذا. براحتك، أنا أقول لك أنت بتختار المجال اللي تقدر تقدم فيه فاليو. أنت براحتك، أنت بتعرف تعمل إيه، أنت بتحب تكتب مثلا، اعمل مدونة فيها واكتب أدسنس، بتحب تعمل فيديوهات بتاع، عندك مثلا قدرة على عمل فيديوهات، ماشي ابدأ اعمل فيديوهات واشتغل يوتيوب، او اشتغل اعمل مثلا مدونة في بلوج. بتحب مثلا صور واشتغل فوتوشوب، اعمل صور واشتغل انستجرام وصفحات فيسبوك يعني، حسب انت بتحب ايه والمجال ده، حسب انت تقدر تقدم ايه وبتفهم في ايه المجال. ما تبصش ليه من ناحية المجال هو بيكسب ولا، بص ان انت هتعمل ايه في المجال ده. ما هو بيزنس الانترنت ده عبارة عن ايه، زي ايه، بيزنس عادي في الحياة. هي الفكرة كلها ايه، انت هتقدم ايه في الحاجة دي. ما هوش يعني المنطق ان الانترنت ده اصبح يعني كنز فلوس، ده خلص خلاص، المنطق ده خلص. الفكرة كلها انت هتعمل ايه في الحاجة دي. العطلة الصينية كيف تتعامل معها؟ العطلة الصينية مفيش تعامل، هتعمل ايه؟ العطلة الصينية هتبدأ كمان أسبوعين تقريبا أو شهر 2، وما تعامل معاها هنا مفيش تعامل، هتعمل ايه؟ تنتظر لحد ما يفتحوا. مفيش المواقع اللي هي البيتكوين، محدش بيبيع بالفيزا، بس هو في موقع اسمه سيكس، اسمه ايه؟ اسمه سيكس، CEX دوت اي او، ده بيبيع بالفيزا كارد، ممكن تحط، بس لازم تدفع لحسابك بال اسمه ايه، بالباسبور جواز السفر وبتاع، عشان يقدر يقبل الحساب بتاعك. وبعدين بياخد عمولة عالية، فأحسن لك تشتري من تجار على الجروبات وكده. شوف فيسبوك جروبات واطلب من الناس، مش عارف بياخدوا فودافون كاش وباي بال حسب يعني، فأحسن من على الجروبات يعني. ما قلنا جوجل ادورد بيركز على العنوان، لازم العنوان يكون متناسق مع العنوان بتاع الفيزا، ولازم العنوان بتاع الفيزا وعنوان العنوان اللي انت كاتبه في جوجل ادورد بيتناسق مع الاي بي ادريس بتاعك. اهم حاجه في جوجل ادورد بيدور عليها هو العنوان. ايه العنوان يعني، عرفت ازاي؟ ركز، شوف العنوان، ما تفتحش ببايونير، ما تفتحش باي فيزا مضروبه من النت والحاجات دي، افتح بفيزا اتاكد ان الاي بي ادريس اللي داخل عليه يكون اي بي ادريس نظيف، ايا كان اي بي ادرس امريكا او اي بي ادرس حقيقي. تاني حاجه يكون الجهاز نظيف، انت ممكن تشتغل بفي مير ده، ماشي. الفي مير ده عباره عن ويندوز داخل ويندوز، تقدر تسطب ويندوز داخل الويندوز عادي، ويظهر يظهر كانه جهاز جديد. وتاكد ان الفيزا العنوان بتاعها
بيتناسق مع العنوان بتاعك في حسابك في جوجل ادورد، في جوجل ادورد بيتناسق مع الاي بي ادرس بتاعك. بس كده يا جماعة خلاص تمام. نشوف بقى نحفظ اللايف، مش عارف والله هعمل بقى ايه دلوقتي. انا هكتب فينش ومش عارف بقى لو حفظه ولا ما حفظوش، انا مش عارف بجد والله. ربنا يستر بصراحة، ويعني ايه ويحفظ ال. انا هعمل فينش المفروض دلوقتي ونشوف ربنا.